السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ومرحبا بكم دائما في قناتكم الرياضية 100% كرة الطائرة الشاطئية. الفيديو ديال اليوم فيديو توعوي ثقافي وبطبيعة الحال رياضي. في هذا الفيديو غادي نشوفوا جوج ديال الحوايج اللي تغيروا على مستوى كرة الطائرة الشاطئية العالمية، واللي عندهم أهمية كبيرة على مستوى تطوير هذه الرياضة. كما شفنا في الصورة المصغرة، وقع تغيير على مستوى الكأس اللي تيتوج به الفريق اللي تيحصل على الرتبة الأولى في الدوري العالمي برو بيتش تور، وكذلك هناك تعديل على مستوى الكرة. إذا غادي نشوفوا علاش هذا التغيير وعلاش هذا التعديل على الكاس وعلى الكرة، واش من مادة تيتصنعوا بها، وشنا هي المزايا ديالها، واش اللاعبين موافقين على هذا التغيير. بقاو معنا حتى الاخر ديال الفيديو، وخليونا الا سمحتوا جيم وكومونتير وبارطاج باش يستافد الجميع. غادي نبداو بالكاس، واللي دارت هذه التجربه لاول مره وتعطى هذا الكاس الجديد في الدوري العالمي النهائي للدوحه في قطر ما بين 26 و 29 يناير، واللي قررت الجامعه الدوليه لكره الطائره انه ما يبقاش يتعطى كاس اللي هو مصنوع من معدن ثمين وغالي، ويولي يتعطى كاس مصنوع من البلاستيك. وتابعوا معنا حتى الاخر باش نفهموا جميع. إذا الكرة الطائرة الشاطئية كما تعرف الجميع هي رياضة أولمبية شبيهة بكرة الطائرة القاعة، إلا أن كرة الطائرة الشاطئية تتمارس في أرضية رملية ديال الشواطئ وبدون أحذية رياضية. إذا الرملة خصها تكون مصفية ونظيفة لسلامة اللاعبين، وبالتالي خصنا نحافظوا على نظافة الشواطئ ديالنا باش ممكن أننا نمارسوا هذه الرياضة. وما نساوش التحية والتقدير لجميع الجمعيات والجهات اللي تقوموا بتنظيف الشواطئ في كل أنحاء العالم، بحيث أن المنظمة الإنسانية أوشن كانسيرفانسي أعلنت على أن 11 مليون طن ديال البلاستيك تيتجمع سنويا من الشواطئ في كل أنحاء العالم. وبلا ما نتكلموا على الحديد والجاج وزيد وزيد. 2 مارس 2022 بنيروبي في كينيا، اللي كان هناك تجمع لبرنامج الولايات المتحدة للبيئة، واللي ترأسها المغرب كبلد ومثلته وزيرة الطاقة والتنمية المستدامة ليلى بن علي، وقروا آنذاك يوضعوا حد نهائي لتلوث البلاستيك وتكون علاقة طيبة بين الإنسان وكوكب الأرض، ويحافظوا على نظافة البحار والبيئة بصفة عامة، ويوفروا للأجيال المقبلة بيئة نظيفة، لأنه من بين حقوق الإنسان أنه يكون عنده الحق يعيش بيئة نظيفة تحت شعار بيئة نظيفة للجميع. وبالتالي 175 بلد غادي يساهموا ويلتزموا بمحاربة التلوث البيئي. فقامت شركة تصميم The New Row اللي متخصصة في تحويل بقايا البلاستيك إلى منتوج يفيد البشرية، وبالتالي صنعوا كأس من بقايا البلاستيك اللي تجمعات في مختلف الشواطئ بالعالم، وهذا الكأس لعبوا عليه أبطال عالميين باش يفوزوا به ويساهموا بدورهم في الحماية والحفاظ على الشواطئ. أجي نشوفوا دابا الكرة الجديدة اللي كان الظهور ديالها في الدوري العالمي برو بيتش تور النهائي بالدوحة في قطر، واللي سميتها ميكازا بيتش برو بي في 550 سي، اللي رسميا هذا الموسم غادي يتلعب بها في الدوري العالمي برو بيتش تور، وكذلك بطولة العالم شهر اكتوبر بالمكسيك، وكذلك على مستوى الالعاب الاولمبية باري 24. شركة ميكازا بعد الابحاث العلمية اللي قامت بها باش تحسن وتطور هذه الكرة، قامت ايضا باخذ معطيات وطرح الاسئلة على اللاعبين المحترفين والمدربين العالميين، بحيث ان ميكازا بغات توفر واحد الكرة اللي تحسن بها مستوى الكرة الطائرة الشاطئية حسب المقولة الشهيرة ديالها كرة مزيانة لعب مزيان. وبالتالي لأول مرة غادي تصاوب ميكازا كرة من نيلو عوض الحبر المذاب، نيلو روسيكلي، تيشدو قطع ديال النيلو وتيعجنوه وتيستخلصو هاد النيلو اللي داروه في هاد الكرة. ومن بعد العديد من التجارب لقاو أن هناك إحكام على مستوى الكرة لا توجد أديدوا تتحكم من طرف اللاعبين وفي الدفاع وفي الاستقبال، وكذلك تتميز بسرعة في اللعب، وكذلك تلقاو تغيير على مستوى الفالف، تعاود الشكل ديال الفالف، تلاحظوا الثقب واضح في الكرة القديمة على عكس الكرة الجديدة اللي ما تيبانش فيها الثقب باش ما تدخلش الرمال، وتم الإتقان ديال الخياطة باش واخا تفزق ما يدخل ليهاش الماء وبالتالي ما تقالش، وأيضا ولات مكتوبة بيتش برو في بلاست بيتش كون في الكرة القديمة. وهاد الكرة الجديدة بي في 550 سي فيها حفر دي كافيتي مغرقين كونكاف حفيرات صغار باش يكون هناك كيف ما قلنا إحكام للكرة من طرف اللاعبين، ويمكن اللعب بها في وقت تساقط الأمطار. والنقطة اللي مهمة ومهمة بزاف أننا تنعرفوا ثلاثة ديال الألوان على مستوى الكرة القديمة، اللون الأزرق، اللون الصفر، اللون البيض.
فقامت ميكازا من بعد الأبحاث العلمية ديالها بإضافة لون أحمر اللي هو اللون الرابع على هذا الشكل. من الفوق كاين هنا الحمورية، من التحت كذلك، ومن الجنب من اليمين ومن اليسار، وهذا الشيء كله باش تحسن وتوضح الرؤية عند اللاعبين. وبدورنا ومن بعد الأبحاث اللي درنا طرحنا سؤال اللي هو مهم بزاف على بعض اللاعبين المحترفين، وسولناهم شنو الرأي ديالهم في هاد الكرة. سولنا لاعب من المنتخب النرويج، النرويج كما تعلم الجميع في الرانكين ديال شهر 7 2023 وهما رقم 1. سولنا اندريك مول وقال بانه شحال مرة تصادفوا مع كرة ما دايراش تماما، يعني مبوق لا شي شوية، وتطلب ان يكون تغيير ديال الكرة في وسط تظاهر عالمية. وكذلك سولنا المنتخب الهولندي، سولنا اللاعب ألكسندر براور وطرحنا عليه نفس السؤال، وقال كذلك أنهم تتصادفوا مع كرة مبوقلة وكذلك بدوره تيطلب تغيير الكرة. مشينا تنسولو المنتخب ديال تشيك، اللاعب شفاينر اللي قال أنا معمرني تحت في هذه الحالة، يعني أن الكرة مقادة 100%. وكذلك بحثنا على مستوى أمازون ولقينا بان الناس من امريكا ومن استراليا من بعد ما تتسلموا لا كوموند ديالهم ديال لي بالون تلقاو بعض الكواري اللي هما شيئا ما مبوقلين. وسالنا كذلك واحد اليوتيوبر معروف واللي قال على انه دار نفس الملاحظه، يعني لاحظ ان الكره مبوقله شي شويه، لكن تيقول انه من بعد الى لعبتي بكره واحد المده يعني تترجع الحالة الطبيعية ديالها. حنا شخصيا من بعد الأبحاث ديالنا تنقولوا أن يمكن يكون هناك ديفو دو فابريكاسيون، ديفو في الصنع كما تيكون في الملابس في أي حاجة ممكن يكون هذا لو ديفو، لكن النصيحة اللي تنقول هو منين نوصي شي واحد يجيب ليا أن بالون ينفخو ديريكتومون ويتيستيه. كيفاش غادي يتيستيه؟ كاينين جوج ديال الحالات، غادي يدور كرة في السماء الفوق، يدورها في السماء الفوق تقريبا واحد 5 ولا 6 ديال الامتار، ويخلق واحد لو توب سبين، واحد ليفي دو روتاسيون، كره تدور ويلاحظ واش كره تدور مقاده ولا فيها اعوجاج. والحاله الثانيه هي اللي تعرف الجميع هي هذه، ونشوف بالتالي واش كره تدور بطريقه متوازنه. نتمنى يكون عجبكم هذا الفيديو، وشكرا على المتابعه، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى.